أبرز لحظات ليلة البوراك ستور. ما شفته وين، ما انتبهت وين للحقيقة. قالوا لي هيك هيك، ففتت فورا. يا ما شاء الله عليكم عن جد. هيك كانت الأجواء بالأمس بحفل الميركس دور اللي كرم عدد كبير من نجوم لبنان والعالم العربي عن أعمالهم بالسنتين اللي مرقوا. كما وكان الحفل تحية إلى بيروت، ومن الطبيعي أنه يكون ترند وحديث الكل على السوشيال ميديا. لكن بهالليلة ما كانت العيون بس على الجوائز والإطلالات والريد كاربت، إنما كان في كثير لحظات تصدرت المشهد وخطفت الأضواء، وأبرزها النيو لوك اللي طل فيه قصي خولي اللي شوق الجمهور لظهوره بهالحفل بستوري على إنستغرام قال فيها بشوفكن بعد شوي. ولما طل انقلبت السوشيال ميديا بالتعليقات والميمز المضحكة، والبعض شاف إنه صار نسخة من جوني داب. سعيد بوجودي هون، شكراً للميركس دور. خبرنا شو هاللوك اليوم. ما رح أقدر خبرك شو هاللوك لأنه هذا من شغلي الجديد إن شاء الله، بس هذا قليل للممثل يفضح لوك الجاي اليوم. كيف عندك الجرأة تجي باللوك البكتر؟ والله ما كنت جاي، بس لأنه لازم نجيب شان التكريم وعدنا الناس، والحقيقة كنت كتير متردد، مو مشان شيء بس يعني هو حفاظا على الشغل. وبعد الحفل جدل كبير صار على السوشيال ميديا حول موضوع عدم مشاركة نوال الزغبي اللي سبق واعتذرت عن حضور الحفل قبل ما يتأجل بسبب الأوضاع بلبنان. فاعتبر البعض إنه القيمين على حفل الميركس دور رفضوا إنها تحضر وتقدم أغنيتها الجديدة كون الحدث وطني. لكن الملفت إنه زياد برجي ووليد توفيق قدموا أغاني عاطفية. حبيبي أنا على طول بتفكر فيك وبتحكيني وبحكيك منك، ما بزعل أنا ولا بقبل حدا غيري حد. وإيتي بالعربي تواصل مع الدكتور زاهي حلو اللي رد على الموضوع. دكتور زاهي حلو، أول شيء بدي لك ألف مبروك نجاح الميركس دور بدورته العشرين. شكرا. امبارح بعض الانتقادات اللي طالت الحفل على السوشيال ميديا هو أنه كنا قايلين ما في إلا أغاني وطنية، بينما شفنا أغنيات غير وطنية مثل اللي قدمها الفنان زياد برجي والفنان وليد توفيق وغيرهم. شو ردك على هذا الموضوع؟ نحن تمنينا على كل الفنانين يغنوا وطني. هلا الفنان زياد برجي تجاوب وغنى بالأول أغنية وطنية لفيروز روزي اللي حكي لي عن وطني حكي لي، وبعدين غنى أغنيته لأنه هي أغنيته فائزة مشان هيك لازم تتغنى. نحن هلا أغنيات مش وطنية ممكن تمرق، بس عم نطلب من الفنان إنه يغني على القليل أغنية وطنية قبل ما يغني أغنيته اللي منها وطنية. والأغاني اللي منها وطنية عم تكون أغاني يعني إذا بدك ما فيها كتير منها بروفوكاتيف، منها أغنية يعني مش مثلا مش أغنية طقش وفقش أو شيء، إذا انتبهت كله بيكون أغاني راقية، أغاني يعني مثلا أغنيته أنا وياك أغنية رايقة منها يعني تقطع بهيك حفل يعني. ولكن يعني مثلا كمان وليد توفيق غنى أغنية تشوف شو حلوة بيروت، يعني غنيها بعد أغنيته لأنه الأغاني الرابحة مجبورين نمرقها ونمرق معهم أغنية وطنية. ولكن اليوم سجل عتب على السوشيال ميديا أنه نوال الزغبي اعتذرت عن الحضور لأنه رفضته أو لم يتم الاتفاق على غناء أورس. اتمنينا بس أنه وقتها حيجوا حكينا الموضوع أنه إذا فيها تغني شيء وطني قبل ما تغني أي أغنية لإلها، وتمنينا أنه وقتها أنه ما تكون أرقص لأنه حسيناها شوي أنه مش بجو الحفل، يمكن هي ما أنا عارفة مفتكرة أنه مثل كل السنوات السابقة. لكن صديقة نوال الزغبي المقربة ماجب غصن حضرت وتم تكريمها عن دور سحر في مسلسل للموت، بعد ما كانت اعتذرت عن الحضور بالموعد السابق اللي كان مقرر في 18 أغسطس. كل شخص لازم يكمل بمهنته، الفنان يصور، المخرج يخرج، والمنتج ينتج، النحات ينحت، الأستاذ يدرس بالمدرسة. ماجي، من بعد ما اعتذرت عن الميركس دور المرة الماضية اليوم حضرتي، ليه نقيتي انك كمان تشاركي هالمرة؟ لأنه هيدي آراء الجميع، نحن ما اعتذرنا لأي سبب خارج عن يعني لكل الشايفين وحتى القيمين على الميركس، كنا عم نتناقش وعم نتفاوض أجلنا، واليوم حسينا أنه كلنا لازم نكون موجودين. كنا مصدومين يعني، كان الانفجار جديد وصدقني ما كنا قادرين كلنا، لا نحن ولا هني. اليوم بعد الوضع يمكن بلبنان مش يمكن أكيد مأساوي، بس نحن فنانين، نحن لازم نعطي بسمة هيك للناس وأمل، وخاصة أنه المهرجان تحية لبيروت، تحية محبة لبيروت. بس ما تضمنتي مع البست فريند لك النجمة الذهبية نوال الزغبي اللي اعتذرت أول مرة واعتذرت المرة الثانية. نوال كل إنسان عنده رأيه وعنده البيجن تبعيته، ونحن بدنا نحترم كل الآراء، بحترم رأيها وأكيد هي بتحترم رأينا إنه جينا، ف
فهيدا الشيء مفروض يكون بين الجميع. وكان من الطبيعي انه يلاحظ الاكثر انه هالحفل كان بمثابه منافسه بين اهم شركتي انتاج في لبنان، واللي كان لهم حصه الاسد بهالحفل شركه الصباح وايجل فيلمز، خاصه وانه المكرمين والمقدمين كانوا عم بيشيدوا كثير بالشركتين، على راسهم صادق الصباح وجمال سنان. صعب احكي عن صادق الصباح المنتج والمحب والداعم والأب الروحي لألي شخصياً. أستاذ جمال، بدي لك ألف مبروك، أعمال كتير مشاركة بالميركس دور وممثلين كتير بينضموا لإيجل فيلمز، ربحانين جوائز، شو بتحب تقول لكل شخص تعب معك؟ أول شيء بدي أهدي هذا الإيفنت اليوم للبنان، بدي أهديها لإيجل فيلم بالتحديد، بدي أقول الله يعطيكم ألف عافية، بدي أقول للشباب اللي صرون والصبايا معنا على مدار سنتين بكل الأحداث اللي صاروا، الله يعطيهم ألف عافية، ونحن مكملين لأنه هن قوية. ونحن التقينا بصادق الصباح بكواليس الحفل ووضح لنا موضوع تعاقده مع سيرين عبد النور لرمضان 2022. أثارت جدل اليوم بتصريحك عن عمل بيجمعك مع النجمة سيرين عبد النور السنة القادمة، شو بتحب توضح عن هذا الموضوع؟ إن شاء الله قائم، ونحن وسيرين على تعاون أكيد بإذن الله، هو مبرمج إن شاء الله تصويره بشهر 11 بإذن الله. وطبعا لما نقول موريكس دور يعني أكيد نادين نسيب نجيم موجودة وإلها جائزة، بس الملفت أنه نادين وبالرغم من تكريمها عن أدوارها بمسلسل 5.5 و2020 إلا أنها نسيت عبارتها الشهيرة برمضان 2021 منهنها. شو مرتاحة؟ رح أخفض أرض تنهنهت على الآخر. فيبدو أنه شخصية زهرة من مسلسل صالون زهرة مسيطر عليها هالفترة. يا ما شاء الله، هيدي بسهرون زهرة عادي يعني. قبل ما أوصل انخزق الفستان، عملته موديل، الحلقات ما هدو شلتن، طالع على المسرح تفركشت، شو القصة؟ لا بدها وحدة كبيرة يا ما شاء الله على الآخر يعني. زي مأثرة نادين مثل ما نحن مأثرين بزهرة، عم تحكي حتى شوي مثلها. ما لأنه عم نحضرها بعدنا سو إيه إنه مهضومة زهرة. جاوبينا على طريقتها. جابك على طريقة زهرة. إذا عم قلك شو بتحبي تقولي لكل اللي سواتولك بالمراكس؟ بدي أقول لهم يا ما شاء الله عليكم عن جد. Thank you so much. لا عن جد ميرسي كتير لكل الناس أكيد اللي سواتولي، وبشكرهم على ثقتهم ومحبتهم. والملفت هالعام إنه كتير من النجوم حضروا إلى جانب زوجاتهم، أبرزهم زياد برجي اللي من النادر ما تشارك معه زوجته سناء بهيك إيفنتس. من المرات القليلة اللي بنشوف مدامتك معك اليوم. أيوة، وعملت يعني من المرات القليلة كمان اللي فيش خلقي وبقى أنا متحكم بالموقف، لأنه مرتي كتير أنتي أضواء اليوم. هلا شوي هيك عم مسيطر على الوضع. انا حبيت اليوم بتحديدا انك تشاركي هيدا لانه الى انسيستي. انا اصريت لانه ميوراكس عندنا صار تاني سوفينير او تالت سوفينير انا وياها بميوراكس. هاي اكثر مره بشوفك فيها مدوى. ميرسي، لانه مبسوط مكيف. ومعتصم النهار كمان حضر مع زوجته لين اللي خطفت الانظار باطلاله سيمبل يت اليجنت بفستان ابيض، بالرغم من عدم مرورهم على ريد كاربت. بتقولي لمعتصم اليوم بهالمناسبه؟ بقول انا كثير فخوره فيه وكثير مبسوطه بنجاحه اكيد. معتصم ليه ما مرقت على ريد كاربت؟ ما شفته، وين ما انتبهت وين للحقيقه. والله ما انتبهت، انا قالوا لي في شيء موقف معين. لا ابدا، قالوا لي هيك ففتت فورا، سوري يعني ما انتبهت. وهالسجاده الحمراء شهدت كمان موقف صعب لرحمه رياض اللي شغلت بال الكل لما وعت من شده الارهاق. ريتم العربي كان اول من طمن الجمهور عن حالتها من خلال فيديو حصري من داخل سياره الاسعاف، وصار شايفه اكثر من 755 الف متابع على انستغرام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف صرتي طمنينا؟ احسن الحمد لله بكثير. شغلتي لنا بالنا. والله ما بقصدي، ما قدرت اقول. شو صار معك؟ ما اعرف، دخت. بس هلا راح تشاركي بالحفله عادة؟ اكيد ان شاء الله راح احاول. لا ما كنت نايمة ومش أكلة؟ بعدك واصلة على المطار هلأ صح؟ أيوة. وأنا أمي من الصبح تقولي أنا خايفة عليك اليوم. طمنية عنك. الحمد لله أحسن. إلي هلأ أمك أنك منيحة. والمفارقة أنه رحمة تعرضت لهالموقف من بعد لحظات على لقائها مع إيتي بالعربي، فهي كانت وصلت برفقة زوجها ألكساندر علوم وتألقت بفستان ذهبي ضخم من تصميم زهير مراد. رحمة، بدي لك ألف مبروك اليوم على جائزة الميراكس دور، قد ايه مبسوطة؟ مبسوطة قد الدنيا، مش شايفني جاية ولابسة الجولد و فرحانة. اي والله كثير، يعني كنت ناطرتها. تعرف لما الإنسان يشتغل يشتغل يشتغل
احيانا هو يكرم نفسه يهدي نفسه جائزة يفرح مع نفسه، بس حلو تتكرم امام العالم والجمهور والصحافة، يعني هذا تحفيز، هذا حافز كبير لك. شو بتحب تقلها اليوم لرحمة بهذه المناسبة؟ انا احس نفسي انه حصلت جائزة اوسكار شبه ذهبية